السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة طلبات الصف الثاني الإعدادي. نبدأ معاكم إن شاء الله منهج الترم الثاني بإذن الله لإعدادي عام وإعدادي أزهر وأبناؤنا في الخارج، عشان في ناس هتبدأ تمتحن بدري شوية عنكم. فنبدأ معاكم إن شاء الله الترم الثاني بإذن الله. أول باب، الباب الأولاني، الباب الأول الحركة الدورية. الحركة الدورية، طبعا احنا في تاني اعدادي، يعني خدنا في اولى اعدادي ان الحركة فيها نوعان. نبدأ كده بالتقسيمة بسرعة. ما معنى الحركة اساسا؟ تغير موضع الجسم، تغير موضع الجسم بالنسبة لجسم اخر في فترة من الزمن، في فترة زمنية محددة. يبقى تغير موضع الجسم بالنسبة لجسم آخر. أنا كنت قاعد قمت اتحركت ناحية الباب، إذا غيرت موضعي من مكان لمكان في فترة زمنية محددة. الحركة في نوعين عندنا، خدناها في سنة أولى، حركة انتقالية، انتقالية وهي الحركة التي لها نقطة بداية ونقطة نهاية، لها نقطة بداية ونقطة نهاية. المثال اللي يجي على طول أمامنا حركة القطار وحركة الايه؟ المترو. ده أمثلة لازم نعرف. يبقى نهو مثال حركة القطار وحركة المترو. كلنا عارفين المترو بيمشي ازاي، له نقطة بداية وله نقطة ايه؟ نهاية. خلاص، برضو القطار له نقطة بداية ونقطة ايه؟ نهاية. نيجي للنوع الثاني اللي احنا هناخده بقى بالتفصيل السنة دي، اللي هي الحركة الدورية. الحركة الدورية، الحركة الدورية ده هي لها تعريف زي ما ده ليها تعريف وخدناه السنة اللي فاتت. هي حركة تكرر من نفسها على فترات متساوية. تاني حركة، أمس أسهل مثال بسيط جدا جدا جدا، البندول الذي يتبادر للذهن على طول. حركة تكرر من نفسها، حركة تكرر من نفسها على فترات متساوية. حركة البندول البسيط بتاع الساعة، بتاع الساعات بتاع زمان اللي كانت بتتعلق في الحيطة زمان كبيرة كده، ولها حركة بندول ايه تحت، معظمنا عارفين الساعات ديت، والعقارب فوق هنا عقرب الساعة. دي كانت ساعات حائط، اللي يعني عايز يتمنظر قوي يبقى عنده ساعة زي دي. خلاص، وبيبقى منظرها ايه؟ كويس. حركة البندول فيها بتبقى حركة ايه؟ يمينا ويسارا، وده موضع الاصل. بلاش كده، المرجيحة او الارجوح نفس الكلام، انت بتركب هنا وانت بتركب هنا. خلاص، إيه حد ايه بيدفعك للامام او للخلف، وتقعد تتحرك بقى كده زي ما القلم شغال. هي ديت ابسط شكل عند الحركة الايه الدورية اللي هنبدأ بيه زي ما احنا قلنا النهاردة حالا بإذن الله. وبداية الدرس الاولاني، ايه هي الحركة الدورية؟ احنا عرفناها خلاص النوعين بتوعها. في حركة اهتزازية اللي هنبدأ بها حالا، الحركة الاهتزازية، وهنا في حركة ايه نمرة اتنين، حركة موجية. الحركة الموجية، ودول هناخدهم بشيء من التفصيل ان شاء الله. الحركة الاهتزازية لو انا حبيت اعرفها، دي اللي هنبدأ بها رقم واحد الدرس الاول بقى، الحركة الايه الاهتزازية. ما هي الحركة الاهتزازية؟ هي نوع من الدورية. يبقى خلي فيه نصاحة وفطنة وذكاء كده في التعريف. هي حركة دورية، حركة دورية. في بعض مدرسين لو نسينا الكلمة دي اللي في الأول، هي مكتوبة في المنهج عندنا وهم لهم حق برضه. حركة دورية لأن هي نوع من أنواع الحركة الإيه الدورية. يبقى هي حركة دورية. خلاص، يتحرك فيها أو يهتز فيها الجسم، خلاص، على جانبي موضع السكون او الحركة، جانبي موضع السكون. خلاص، طبعا لو انا اتكلمت على البندول، حركة يحدثها الجسم على جانبي موضع ايه؟ السكون. خلاص، بنقول في تعريف الحركة الاهتزازية هي حركة دورية يهتز فيها الجسم على جانبي موضع ايه؟ السكون.
ده التعريف المبسط للحركة الايه الاهتزازية. الحركة الاهتزازية الامثلة بتاعتها عندنا في الكتاب، نمرة واحد حركة البندول، حركة البندول البسيط. نمرة اتنين حركة الشوكة الرنانة، وده تشوفها في المدرسة ان شاء الله. الشوكة الرنانة دي موجودة في ادوات منزلية في البيت عندنا، بس مش زي اللي في المعمل طبعا. الشوكة الرنانة بهذا المنظر كده، وبنصدمها او بنخبطها بالكرسي او الديسك او اي حاجة قوية، وطبعا بتهتز يمينا ويسارا يمينا ويسارا يمينا ويسارا. طبيب الانف والاذن والحنجرة بيستخدمها طبعا للتأكد بالنسبة لايه للشوكة الرنانة ديت. طبعا هيحاول او بيحطها امام الاذن على اساس نبدأ نشوف ايه الحركة اللي بتحصل يمينا وايه ويسارا، وبنبدأ نشوف طبيب الانف والاذن والحنجرة بيستخدمها في الكشوفات ايه عنده. يبقى هنا عندي حركة البندول البسيط، ده رقم واحد. نمرة اتنين السلك الزنبرقي، السلك او رقم ثلاثة السلك الزنبرقي، السلك الزنبرقي رقم اربعة. طبعا الاوتار في العود، الاوتار والعود والكمان. طبعا اللي عندي برضو كمثال لعبة النحلة، لعبة النحلة، ولكن العلماء صنفوها ان هي دورية وليست اهتزازية، وليست اهتزازية. لماذا؟ لانها لا تكرر، هي بتكرر من نفسها، ولكن في الحالة التانية ما بتهتزز، لا تهتز على جانبي موضع السكون، بتلف على طول. فالعلماء صنفوها تصنيف ايه اخر. يبقى ديت بعض الامثلة المين للحركة الايه الاهتزازية. طبعا الحركة الاهتزازية لها خصائص اربعة. يعني ايه خصائص؟ يعني حاجات بتفيدها، حاجات بنشتغل في الرينج بتاعها او المدى بتاعها. يعني ممكن نقول خصائص عشان نبقى ماشيين بالترتيب برضو. خصائص الحركة الاهتزازية الخصائص بتاعتها تكون كالآتي. اولا رقم واحد التردد، خدوا بالكم العناوين دي مهمة جدا بقى. نمرة اتنين الاهتزازة الكاملة، او ممكن نجيب العكس بتاعها الزمن الدوري. رقم ثلاثة سعة الاهتزازة. رقم اربعة الاهتزازة الايه الكاملة، الاهتزازة الكاملة. نركز كده في الخصائص كده. يبقى الوقت خصائص الحركة الاهتزازية خلاص. نمرة واحد التردد اللي هنبدأ به حالا، تعريفه، وحدة قياسه، القانون بتاعه، في مسائل عليه خلاص. برضو عشان نمشي خطوة خطوة كده، الزمن الدوري طبعا معروف ان عكس التردد. يعني لو بدأنا برقم واحد التردد له قانون وله تعريف. هنا جزء تاني اعدادي بتاخدوه فيزياء في تانية ثانوي، يعني ما بخوفكوش، ولكن الفيزياء من الخصائص بتاعتها ان احنا بنقول قانون وبنعرف عن طريق الايه القانون. يعني لو حبيت احط القانون الاول كده، تردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة، عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني، على الزمن بالثواني. طيب ده القانون اللي انا هستخدمه في حل المسائل ان شاء الله، وناخد مسألة الوقت برضو عشان نثبت بها معلوماتنا بإذن الله. ما هو التردد بقى؟ احنا ما عرفناش لسه. التردد من القانون هو عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة. يبقى احنا عرفنا التردد من مين؟ من القانون اللي عندي. يبقى انا عندي التردد لما اجي اعرفه باختصار شديد من القانون قدام. طيب التردد وحدة قياسه ايه؟ هرتز واكتب اتش زد، هرتز او اتش زد خلاص. او ممكن اقول اهتزازة على الزمن، او زبزبة على الزمن. يعني لو في زبزبة، في فرق بين الاهتزازات والايه الزبزبات اللي بتحصل خلاص. يبقى التردد هقول تعريفه هو عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز. تاني
عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم الايه المهتز. نركز او كده في تعريف التردد. طيب وحدة قياسه اتفقنا ايه؟ هرتز او ذبذبة او ذبذبة على الثانية او اهتزازة كاملة على الثانية على الثانية. يبقى الوقت هنا التردد عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني، التردد عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم الايه المهتز. طيب لو جالي مسألة، لو جالي مسألة قبل ما ناخد مسألة ناخد الزمن الدوري. ليه بناخد الزمن الدوري؟ لانه عكس التردد. يبقى الزمن الدوري لو حبيت اقول القانون بتاعه زي ما اتفقنا واحد على التردد. طب التردد واحد على الزمن الدوري، يعني الاثنين عكس بعض. ولذلك في سؤال اكمل حاصل ضرب الزمن الدوري في التردد بيساوي نقط بيساوي واحد. يبقى الوقت ممكن اقول اكمل هنا وفوق حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري بيساوي نقط بيساوي ايه واحد. اكتبه بالعربي اهو، واحد اهوت بالارقام. طيب الزمن الدوري اما اجي اعرفه، الزمن الدوري احنا قلنا عكس الايه التردد. طيب مع عكس تعريف التردد ايه؟ التردد تعريفه عدد الاهتزازات الكامله على الزمن بالثواني. طب اما احب اعكس التعريف بقى، لان انا عايز اعرف الزمن الدوري، يبقى الزمن الدوري لما اعرفه ببساطه هو الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل اهتزازه كامله. الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل اهتزازه كامله. اهتزازه كامله اي زمن في الدنيا بيبقى بالثانيه، خلاص ما عدا في مصرنا الحبيبه بالشهر والشهرين والثلاثه. خلاص احنا ما عندناش قيمه للوقت ولا للزمن ولا لتقدير اي حاجه. يبقى الزمن الدوري هو الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل اهتزازه كامله. جميع دول العالم عامله الزمن بالثانيه. الثانيه يا استاذ نعمل فيها حاجه؟ طبعا، لان في ناس يقول ده لسه دقيقه، لسه 5 دقائق، ما الدقيقه 60 ثانيه، ممكن تعمل فيها 60 حاجه. الدرجات دي يا استاذ بلاش مثاليه، ده اللي بيحصل في الدول الاجنبيه للاسف. وبقول للاسف لان ده نقص عندنا احنا، ان احنا ما نقدرش الوقت. يبقى مبدئيا من تاني اعدادي اهو الزمن في جميع دول العالم بالثانيه عشان ما اتلخبطش. يبقى الزمن الدوري بيساوي الزمن هو الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل اهتزاز ايه كامل. ناخد مساله على بعضها كده وفيها الحاجتين دول. اولا هيقول لي جسم، مثال مسألة ونختم بها الحلقة إن شاء الله عشان ما أطولش عليكم. جسم مهتز يصنع 1200 اهتزازة كاملة في دقيقتين. احسب رقم واحد التردد، نمرة اتنين الزمن الدور. طبعا نركز كده في القانون، التردد على طول اكتبه عدد الاهتزازات. نحاول نفهم الاول، مش هقول لكم ما تحفظوش، احفظوا، لان معظم الطلبه والطالبات للاسف مجبرين على حفظ الكيمياء والفيزياء والاحياء، وده اللي بيدمرهم في العلوم والثلاث فروع. التردد عدد الاهتزازات الكامله على الزمن بالثواني. ولازم اكتب الكلمه ديت في القانون عشان ما اقعش، لان انا برضو وقعتكم في حاجه اهو في دقيقتين، هنقوم قاسمين على 2 ناخد صفر، لا 2 في 60. يبقى عدد الاهتزازات الكامله كام؟ 1200 اهتزازه كامله في دقيقتين، يبقى 120. 60 زائد 60 او 2 في 60. طيب نكنسل 0 مع 0، على 12 فعل 1 على 12 فعل 10، يعني فيها 10 ايه؟ 10 ايه هرتز، 10 ايه هرتز. طب الزمن الدوري بيساوي 1 على التردد مباشرة، يبقى بيساوي 1 على 10، يعني 1 من 10 ثانية. ثانية، يبقى هنا هرتز وأقوم كاتب ايه اتش زد جنبه. خلاص دي مسألة مباشرة، ونراجع كويس جدا. هديكم مسألة واجب اهو ان شاء الله، ونعود نفسنا بقى نتابع مع بعض. مسألة في الواجب، جسم مهتز زمنه الدوري 1/10 ثانية، احسب التردد. مسألة بالعكس،
يعني ايه بالعكس؟ يعني انا مش عايز احلها بقى، بس انا بوضح دي حاجة معكوسة. احسب ايه؟ التردد، وكمان عدد الاهتزازات الكاملة، عدد الاهتزازات الكاملة. وعايزين نتواصل مع بعض كده، وعايز اشوف التعليقات، وعايز اشوف الحل في التعليقات، ونعرف زمايلنا ونشترك في القناة. ورقم الواتس معاكم اهو 011-496-0849. خلاص، طبعا في ماسنجر مصطفى رجب خبير العلوم، نفس اسم القناة. ونعرف زمايلنا ونشترك مع بعض علشان القناة تشتغل كويس، ويبقى الرفع سهل معاكم ان شاء الله، عشان نخلص المناهج مع بعض كده ونحل امتحانات بإذن الله. وأهم حاجة المشاهدات تبقى كويسة برضو، عشان القناة يبقى لها إيه؟ قيمة على اليوتيوب، ونعرف نشتغل مع بعض. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.